جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من الأردن تقول إنها متزوجة منذ سنتين وعمرها الآن 33 عاما، وزوجها عمره 45 عاما، لكن القضية أن هذا الزوج غائب عنها طوال حياته، وهو يذهب بطلب الرزق هنا أو هناك، ثم تصفه بأنه لا يصلي، وإذا جاء عندها في رمضان فإنه يدخن ويكون مفطرا ولا يصلي، ويطلب منها أن لا تخبر عنه أحد، ثم إنه يقتر عليها ويغيب عنها الفترة الطويلة حتى أنه لا يبعث لها كل 7 أشهر إلا بما يعادل 100 ريال سعودي. وحينئذ تستشيركم شيخ صالح، هل تصبر على هذا الرجل على ما فيه مما ذكرته لكم، أو تنصحونه بشيء آخر، علما بأنه يعاملها معاملة تختلف عن معاملة الأزواج لزوجاتهم، حيث يخفي عنها كل شيء حتى زواج هذا ليس زوجا لها ما دامت مسلمة وهو على هذه الحالة لا يصلي ولا يصوم رمضان، فإنه ليس بمسلم ولا يجوز أن تبقى معه، لقوله تعالى ولا لقوله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك ولا تنكح المشركين، هذا محل الشاهد، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن. قال سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج الذي يصر على ترك الصلاة ويستمر، بل ولا يصوم رمضان وينتهك الشهر ويفطر والعياذ بالله في نهار رمضان، فهذا ليس بمسلم ولا يجوز لك البقاء معه. دعينا من تقصيره في النفقة ومن غيابه عنك، هذه أمور محرمة، لكن أكبر من هذا أنه لا يصلي وأنه لا يصوم رمضان وهو حاضر مقيم صحيح، هذا مستهتر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما المخرج حينئذ شيخ صالح؟ هل تذهب إلى المحكمة الشرعية هنا؟ المخرج أن تطالب بالفراق منه، إن فارق بدون محكمة الحمد لله، وإلا فإنها تذهب إلى المحكمة وتطالب بالفراق منه.